اتصالات مع الجميع بما في ذلك السلطات الأمريكية، وأن وجه كلمته في ختامها إلى أمريكا وإسرائيل قائلا لن لقد طفح الكيل وارحلوا عنا وأن أردتم السلام فذلك لا يأتي بالقوة. يواصل معكم هذه التغطية الآن زميلي جمال ريان. شكرا لك ميادة. نواصل هذه التغطية حيث الترشق والقصف ما زال مستمرا من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة من الفصائل الفلسطينية في غزة والقوات الإسرائيلية باتجاه الأراضي الفلسطينية في غزة. معنا الآن عبر الهاتف طاهر عنونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وسيد طاهر، أريد أن نركز على خبر ورد قبل قليل وهو خبر مهم جدا. قال مسؤولون أمريكيون بأنهم يجرون اتصالات مكثفة مع إسرائيل والفلسطينيين وأطراف إقليمية أخرى، هل لديكم مزيد من التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دعني في البداية نقدم التهنئة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بهذا العيد المختلف، عيد لشعبنا وهو يرسم صورة جديدة من المقاومة والمواجهة والتصدي والتحدي لهذا الاحتلال في كل مواقع فلسطين، في القدس، في اللد، في الخليل، في ام الفحم، في غزه. هذه الصوره التي يرسمها هذا الشعب بمقاومته بالصواريخ، بمقاومته بالاجساد والصدور العاليه، بمقاومته بالحجاره، وهو يفرض معادله الاراده، معادله جديده من الوحده عنوانها القدس. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به، وقبل ذلك دعني أتحدث عن سلسلة من الاتصالات قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقيادة الحركة مع العديد من الأطراف قبل هذا التصعيد وأثنائه وحتى هذه اللحظة مع مختلف الأطراف على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإقليم والمجتمع الدولي، سواء مع الأشقاء هنا في قطر، مع القيادة التركية، القيادة الكويتية، التونسية، اللبنانية، الإيرانية، المصرية، العراقية، مع الأشقاء في عمان، المغرب، وكذلك مع الأمم المتحدة. اليوم كان هناك أطراف أيضا أوروبية تحدثت مع قيادة الحركة ومع رئيس الحركة فيما يجري. عنوان الحديث من جانبنا يتركز في عدة نقاط. الأول وما يجري في الشيخ جراح وعملية التطهير العرقي للمدينة وإفراغها من وجودها الفلسطيني والعربي، الجرائم التي تحدث بحق المسجد الأقصى المبارك، الاقتحامات المتتالية، هذه القدس هي العنوان الأول.